يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب. يلا نرسم بكرة الأحلام. أدونك إلهي هرتيسة مركل سوجوجي وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم يقوم الناس لرب العالمين مركل إلهي هرتيسة لغو سوجوجي سرجوغا إلهي هرتيسة لغو سوجوجي كدقاقي ميسي ذيلا أفر شيء لغو ويديو وحكم ذاها عمرقا قيد دلن يرنم ذا أهايين كسين أي محات كردن ميسي دلن يرنم ذا ذي محات كبالي ييسي مالكاغي هالكيت كاكينتي محاد سكوبي حصي علمي غاغي محاد كو عمل فشيوس محاد كييش علمي غي لغو براي تضوضا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وحكجرتي شاب نشأ في عبادة الله قفل ليرو إلهي عبادتي سكوبر باري يخاف رؤية الله يتجول في تقوى الله يقدم طاعته على معصيته سبحانه وتعالى مركا لغا هدليو في اغتنام الاوقات وبناء الانفسهم روحا وجسما وعقلا سيدا وقتك لوغا فايديسنايو سيدا جد لفهاغا اديغو دليري ادو ديف اوديسايسو حق الروح دا اتكديسايسو حق جسمغاغا اديسايسو حق عقلغاغا اديسايسو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ورشن شيء كفى إذا سإنتاني شن شيء كوئمن شنتا شيء اتكسو غنتاهي وانتا دلن يرتاهي اذ قبوبين كفائديسو هداد علمي هور مركز سمينيس انتا دلن يرتاهي كسمي هداد الدنيا هور مركز سمينيس سمال كي لطابن كريو انتا دلن يرتاهي وحكا قبصو شبابك قبل هرمك لمبر لبا وصحتك قبل سقمك وانتا العافيمات قبطو اي حنونكو قد عن عافيماتك كفائديسو وغناك قبل فقرك وارنت جيبش وحكوك جيران خسند اي وحكوك جيران اي باهي نيمة كودعين فقر نيمة كودعين وارنت ادقى عنت وحكوها يسو باهي باكدن بيسي كفا إليسو وفراغك قبل شغلك وارنت اد مشغول اد فراغ ليضا هاي اي آنان وحيال بضان كوك حدمن وكفى إذا سفر قضاء وحياتك قبل موتك وارنت أنا دمشق إيمان أي أظن شاهين ولا شك فائديس وفي المسؤولية أمام الله مسؤولية إلهي هرتي سأتاجن تهي إسلام نمضر لن يرتمح إسلام كيري لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أدونك إلهي هرتي س مركل سوجوجي وقفوهم إنهم مسؤولون يوم يقوم الناس لرب العالمين مركل إلهي هرتي سلغو سوجوجي سرجوغا إلهي هرتي سلغو سوجوجي كدقاقي ميسي ذيلا أفر شيء لغو ويديو وحكم ذاها عمرقا قيد دلن يرنم ذا أهايين كسين أي محات كردن ميسي دلن يرنم ذا ذي محات كبالي ييسي مالكاغي هالكيت كاكينتي محات سكوبي حصي علمي غاغي محات كو عمل فشيوس محات كييش علمي غي لغو براي أيها الإخوة دل يرنمدو وداء شنية طوال وحي كوهو سيئة أدون كانوا متير سريد لأنه وحلو حلقاوي دياس كيربا تضباطن يا وحي كوين مركات قادنا نولوش هذي واد قبتو قرقات كوهو يلي شنية طوال جير كبلو لحية توجير كبلو إلى تضواتا إلى لحدا أنت أنت قل حي سوي الدور كذا الدنيا ذا كل راعي أنت هر عرور باتهاي أنت ضمان قفوي هذا سري عرور تاتهاي
oo dib u soo noqday dacda aad ku jirtay waa dacdii wax qabsiga dacda aad ku jirtay waa dacdii isbeddelka dacda aad ku jirtay waa dacdii dacwada diinta dacda aad ku jirtay waa dacdii dhismaha adduunka iyo ummadda bilaadu shaam markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam jeyshka u direeyey jeyshkii uu tiray wuxuu nebigu hoggaamiye uga dhigay wuxuu ra'iis uga dhigay usaama ibnu zayd 18 jir buu ahaa jeyshka nebigu shaam u diray ee 18 jirka uu amiirka uga dhigay waxaa ka mid ahaa jeyshka abubakar sadiiq cumar bin khataab abu cubayda ibnu ljaraax sacd ibnu abi waqaas dadka noocaasaa ku jiray jeyshka uu amiirka yahay saxaabiga 18 jirkii innagana 18 jir buugiisii baa lagu aamini laayahay innagana 18 jir jaamacaddiisii baa loo diri laayahay innagana 18 jir tukaankii aabihii buu kaga tegi laayahay innagana 18 jir facebook iyo whatsapp baa wareeriyey nebi maxamed baa jeyshka intaa laag diray calayhi salaatu wasalaam 18 jir waa muraahaqa mutawasita buu ku jiraa muraahaqa mubakira kuma jiro muraahaqa mutawasita لأنه لحية طوان إلى سديدي طوان دوا داء المراهقة متوسطة لغو مقعابو عتاب بن زيد مركو النبي مكة قبطي بعد الفتح مكة مكة النبي مركو قبطي عليه الصلاة والسلام ايه النقضي مكة عدي وكغتك وكو آمني دقيسو عتاب بن أزيد رحمة الله عليه رضي الله عنه استقول لباتن جرأة عتاب بن أزيد ayaa nabigu maka markuu qabtay yiri adiga mas-uul ka ah adaa mas-uuliyadeedii aan kuu dhiibay nabigu markuu magaaladii ka amba baxayay buu u yeeray yaa citaab atadri ma isticmaaltuk meesha aan mas-uulkaaga dhigeen kugu wareejigay awooddeeda ma garanaysaa markaasuu yiri isticmaaltuka calaa ahlillaahi caza wajal walow aclamu khayran minka isticmaaltuhu calayhim meesha aan mas-uulkaaga dhigay meesha aan amiirkaaga dhigay waa ilaahay ehelkiisii baa ku sugan buu yihi subxaanahu wa tacaala oo addoommadiisiiya haddaan og ahay cid adiga aan ka khayr badan cid kaa khayr badan haddaan og ahayna mas-uul baan uga dhigi lahaa ayuha alikhwa hangallo noqdadii u dambaysay ahaa dhallinyarnimadii taariikhdan dhallinyartii soo martay ee himamka caaliga lahayd meel sare wax ka eegaysay een whatsapp-ka iyo facebook-ga iyo qiila wa qaala iyo waxa weeye fiidiyo yari aan ku mashquulaynin misaalka koobaad waa xasan iyo xuseyn sayyiday shabaab ee ahli aljanna nabigu iyagoo yaryar oo cabdillaah ibn cabbaasna ku jiro ibn jacfarna ku jiro yaryar ayaa nabigu mubaayaceeyey calayhi salaatu wasalaam usaama ibn zayd misaalka labaad isagoo 18 jir waa nay ka sheekeynaynay buu jeysh nabigu ugu diray shaam oo abubakarna uu jeysh ka mid yahay صدح معاذ بن جبل اسقو 82 جرا ايو نبيغو او دري يمن عليه الصلاه والسلام وحد دليرتا كميدها تاريخ ده غشاي صحابي عبد الله بن عباس 72 جرا 82 جرا اسقو اه ونبيغو دنتي عليه الصلاه والسلام مع ذلك حبر الامه ابو النقري اسقو غلام اه او ولي شريه 12 جرا غارين ايا عمر بن الخطاب سو جوجين جرا سو غلين جرا ميلاشا شيرركا واوين اي قريش فريسانيسو markaas ay quraashu la jirtay war anagu waa dhalinyar baan leenahay reel ka yar maxay isku daba wadaa wax weyn baa ku ogaahay buu oran jiray ilaa ay weydiiyo maalin imtixaan ahaan uu weydiiyo idaa jaa nasrullaahi wal fathu seedu aragtaan niman yahow waaweyni kadibna ay isagii markii dambe lagu wareejiyo uu yiri waxaan u arkaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam geeridiisu ay soo dhawaatay sallallahu calayhi wasallam mucaad bin camrin aljumuux wa mucaad bin cafraa labadaa nin ee dhalinyari فرعون هذه الأمة دتكي ديلي بي أهايين يغو يرير او دقال فكو جري ميلك أركين ننكاسي واكوما وأبي جهل لابدا نمبا لبودي وسيفتا مدحك ساري واتا زرف كي سالي عساسي أهايين لالي يروا كواس إنك ربوك بل لغو أمين إلاياه إنك ربودة لغسو كي عنكر إلاياه إنك عشر كيسي أو صوقر ولكر إلاياه يا الله حوله بان لغو أمين إلهيه وضذيب مر إلهيه سفر الضوء سفر بان إلهيه بالله يولا الدلاء ورشري توجير ويكي يرعي تضبي توجير يلعي توجير ودأذي وحمام ليسي
شباب دل أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع دتكني ودتك عنك سوشكيني إبركور كور لم يذهب الواسق كسينوس وقبت أولئك آبائي فجئني بمثلهم تتكاسك سوجدنا تتكاسان أنس بشجرينا تتكاس أيابان إسلام كأنس نوكيني تتكاسان إسلام كده حلي إنك أمضي إنك تنبي سمحان قد بيننا مرك شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا تعاهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا شبابا لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين إذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطابحين إذا شهدوا الوقى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحسون كذلك أخرج الإسلام قوما شبابا مخلصا خيرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهنى وآلمني وآلم كل حر وآلمني وآلم كل مسلم سؤال الدهر أين المسلمون وآلمني وآلم كل مسلم سؤال اليوم أين المسلمون.